السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الأيام بالخير واليمن والبركات. النهاردة كنا هنعمل مع بعض فكرة جديدة، هنجيب كرتونة وهنجيب معانا هنا استيكر خيامية. أنا اخترت القطعة دي من الاستيكر، طبعا الرسمة اللي انت تحبيها واللي انت تختاريها. تقدري يعني تستبدلي الاستيكر الخيامية بقماش الخيامية لو انت مش متوفر عندك الاستيكر. لو متوفر عندك الاستيكر هيبقى طبعا اسهل عليك، لان على طول اللزق منه فيه زي ما انت شايفه كده. انا هنا كده لزقت الجنب دوت، الجنب اللي انا حطيته الاولاني ده اللي هيبقى الوش بتاعنا بتاع فكره النهارده. وهبتدي بعد كده ان انا اتني من هنا كده واتني من الجنب التاني زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هبتدي اتني برضو من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده. بعد كده هفتح هنا كده بالمقص واتني الطرف دوت، وافتح برضو من الجنب التاني بالمقص واتني كده والزقها كده. اهم حاجه زي ما انتم شايفين ان انا لما باجي اشيل اللزق بتاع الاستيكر ما بشيلوش كله مره واحده، لا انا هنا بشيل قطعه قطعه، وبعدين زي ما شفتوا معايا في الاول وخرج افرغ الهوا واضغط عليها كده بايدي عشان تبقى كلها زي ما انتم شايفين متساويه كده، ما يبانش خالص في فراغات من الهوا تحت منه، او لو في اي حاجه بتبقى مش مظبوطه بفكها وبحطها تاني بقى بالمنظر اللي انتم شايفينه دوت كده. بعد كده كسيت من تحت، اللي من تحت دي تكسيها اي شكل. انا هنا كده هجيب قطعه من الكرتون. على فكره ما بعملش عربيه فول، عشان اللي يفكر ان انا بعمل عربيه فول، لا بعمل حاجه تانية. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات انا بعمل ايه النهارده دلوقتي، انزلوا بسرعه قبل ما تشوفوا الفكره وقولوا لي بعمل ايه. هبتدي اخد كده الدوائر اللي انتوا شايفينها دي، وهنا هبتدي اشيل الدايره دي كده، وهبتدي ان انا احط الدوائر اللي انا حطاها بالشكل دوت كده والزقها على الدايره دي زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي اشيل لو في زياده كده، وابتدي بعد كده هنا افتح كده زي ما انتم شايفين الاستيكر اللي معايا، وابتدي اتني كده الاطراف. انا عاوزه الدايره اللي بره تكون مظبوطه بالظبط على الدايره اللي معايا اللي احنا هنعملها دي زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. اللي اول مره يشوفني ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا مني اشعارات بكل جديد، واللي مشترك ما بيوصلوش مني اشعارات يتاكد ان هو مفعل الجرس على الكل عشان يوصلوا مني كل فيديو جديد بنزله. هبتدي اثبت هنا كده العجل بتاعي دوت ايوه ده العجل، بس برضو هي مش عربيه فول. وهبتدي هنا ان انا اثبت من الجنب التاني. اهم حاجه كده بتنظر ان انا اشوفهم، ان انا بحط بس فتر من النص بشويه الشمع، وبعد كده بقيسهم كده بالمسطره ان هم يكونوا متساويين عشان لما تيجي تقف تقف متوازنه معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده. انا هنا كده بشوفهم بالمسطره متوازين، هقلبها بالشكل ده. هنا كده هجيب الفرنش ده، الفرنش دوت بيتباع طبعا في محل الخردوات. هبتدي اثبته كده بالشمع داير ما يدور بالشكل دوت كده. اهم حاجه هنا ان احنا نخليه متساوي، ما نخليش الفرنش طلع او نزل، يكون ماشي زي ما هو كده على خط مستقيم. هبتدي كده ان انا هنا كده اشيل الزياده بتاعتي بالشكل ده، ده كده هيبقى الظهر، وهنا ده الوش بالشكل ده. من تحت برضه عاوزه احط فرنش. انا هنا كده لما حطيت في العجل ما حطيتش هنا للاخر خالص، سايبه الفراغات اللي انتوا شايفينها دي. هبتدي كده بطرف المقص ان انا ادخل كده معايا الفرنش زي ما انتوا شايفين كده، عشان انا مش عاوزه الفرنش يكون باين من تحت العجله. وهبتدي بعد كده ان انا احط كده برضو، ابتدي ان انا الف، ابتدي ان انا الف كده، وهكمل برضو بنفس الطريقه للاخر خالص، كملتها بنفس الطريقه زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنا كده هاجي وهجيب معايا دول القطعتين اللي بيكونوا موجودين في الستاير، بتلاقيهم بيتباعوا عند محلات اللي بتبيع ملتزمات الستاير والاكسسوارات وكده. على فكرة الاتنين مش غاليين، الاتنين تقريبا ب5 جنيه، انا جايباهم ب5 طبعا المكان طبعا انت متوفر فيه. هبتدي ان انا احط عليهم شمع كده واثبتهم. انا جاينا جبتهم باللون الفضي، لان احنا كده طبعا الفكرة بنت معانا هنعمل عربية التمر هندي والكركريه والعرق سوس. هاجي بعد كده هنا عاوزة اعمل الكوبايات، دول كده اللي هم اللي بيكون فيهم العصير. هنا عشان اعمل الكوبايات انا جبت هنا دوت السلك اللي بيكون معايا في التلفزيون دوت، سلك كده قديم عندنا، وقطعته بالشكل دوت وسويته من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت باستخدام القطر. جبت هنا هما بيكونوا كده 6، اخدتهم كل اتنين لون، وهبتدي يعني كانهم طقم كده كوبايه كل اتنين لون. وهبتدي هنا كان انا افتح كده بالسن القلم في الكرتون طبعا والاستيكر عشان ما يقطعش معايا، وابتدي اشبك كده بنقطه شمع. طبعا تقدر تستبدلي مكان السلك ده لو مش متوفر عندك، تقدري هنا ان انت تجيبي لما فروماستر تكون فاضية عندك وتقطعي منها وتاخدي منها الألوان اللي انت عاوزاها وتحطيها، او تقدر ان انت هنا لو عندك شلومو للعصير بألوان تقدر ان انت تحطيه، او ممكن تكسيه برضو بأي لون انت حباه.
يعني في اكتر من فكرة ليها، او بلملة الالوان اللي هي الخشب الالوان، لو فاض عندك منها قطع صغيرة تقدر تقطعيها كده وتحطيها، تبقى برضو بالشكل ده كده معاكي. وكوبايات العصير والتمر هندي تبقى محطوطة كده على العربية بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده هنا انا عاوزة اعمل فوق كده التندة بتاعة العربية، جايبة قطعة على قد بالظبط القطعة اللي من تحت زي ما انت شفته كده، وابتدي هنا اكسيها كده بقماش اللي بقصد بالاستيكر برضو بتاع الخيمية بالشكل دوت. قلتلكوا اللي مش متوفر عنده الاستيكر يقدر هنا يستبدل بايه، بقماش الخيمية. هبتدي الزقها كده بالشكل دوت، بضغط عليها بايدي وابتدي اقص كده من الاطراف الزياده دي اللي هي السبعه دي كده، عشان لما جاتني تتني معايا بكل سهوله، ما يكونش في كده في الاستيكر اي تانيات او اي كعكيل. انا عاوزاه يكون زي ما انتم شايفين كده معايا بجد، هو طالع يعني كانه كده جاي متغلف، ما فيش في اي فراغات خالص من الهواء. انا هنا هوصلها لان دي كده اللي هتبقى تحت مش هبان، وده اللي هيكون فوق. هنا ده انا جايبه الورقتين دول طولها 14 سنتي والعرض بتاعها 1 سنتي، هحط 2 كده من الورقتين على بعض زي ما انت شفته. وبرده في العجل برده تحت انا حطيت 2 برده لو اخدت بالكم في الاول من الكرتون على بعض. هبتدي اكسيها كده برده هنا بالاستيكر الخيميه، وهنا في قطعه من تحت باينه عندي هحط عليها برده حته تانية من الاستيكر والفها زي ما انتم شايفين كده معايا بالشكل ده. انا هنا كده عامله 4 زي ما انتم شايفين، عملت 3 واحده معاكم 3 قبل كده يبقى 4. هبتدي هنا كده اي بشيل كده لو في اي زياده من الاستيكر، ابتدي احط كده شمع من تحت واثبتها بالشكل دوت، بمسكها معايا لغايه ما بتثبت نهائي وثبتت الاربعه بالشكل دوت. بعد كده من فوق هنا هبجي احط على عصايتين 2 كده شمع وابتدي اثبت الجنب دوت، وبعدين باجي في الجنب التاني برضو وبحط هنا برضو شمع في الجنبين واقوم مثبتها الطرف التاني زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. بعد كده هنا كده هاجي وهلف كده عليها هنا الشريط برضو الفرنش ده بالشكل ده. ايه رأيكم في الجمال؟ على فكرة النتيجة النهائية روعة مبهرة بجد، مش هتصدقي ان العربية بتاعت العرق سوز تتباع في المحل ب 200 جنيه. مش عارفة ليه يعني ب 200 جنيه، واحنا عملناها بحاجات بسيطة جدا ما كلفتش علينا اللي حاجات بسيطة جدا، مش عارفة ايه السبب. هنا كده هجيب عروسة قديمة عندي زي ما انتم شايفين مبهدلة كده خالص من الاولاد، ما بيقعدوش بيلعبوا بيها البنات. وهبتدي بعد كده ان انا اقص شعرها دوت كله كده، وهبتدي هنا كده ان انا المه بالشكل دوت. والقصة هنا انا حاطط عليها شمع ورفعت لفوق كده باستخدام المقص عشان ما تلطعش ايدي وانا بشتغل. بعد كده هنا كده هجيب معايا قطعه من قماش الخياميه وابتدي كده ان انا امشي كده عليه الولاعه، عشان قماش الخياميه بينسل لما متمشيش عليه الولاعه بالشكل ده. بعد كده هنا كده بعد ما اخلصها خالص كده هبتدي هنا كده هاجي واعمل فتحه صغيره بالشكل دوت. اللي لسه محطش اللايك ينزل يحط اللايك يلا بسرعه. وهنا كده هشيل راس العروسه وابتدي ادخل كده القطعه اللي من الخياميه وابتدي احط كده راس العروسه بالشكل دوت. وبعد كده هنا كده هبتدي ان انا هاجي من الاطراف وأم حاطه شمع واقفل كده معايا اللي هو القميص اللي احنا عملناه من فوق بالشكل دوت زي ما انتم شايفين. هاجي بقى من تحت من هنا كده وهجيب برضو قطعه تانية كده عندي برضو من قماش الخياميه، وهبتدي برضو ان انا احطها كده من قدام بنقطه شمع والفها من ورا بالشكل اللي انتم شايفينه دوت كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد كده هنا هبتدي هاجي وهجيب دوت الطرف اللي بيكون في الخياميه لونه ابيض، اخدته هتنيه بالشكل ده عشان اعمله كده اللي هي العمه اللي بتبقى على راس بياع العصير بالشكل دوت. هبتدي ان انا احطها من ورا واجي من قدام الفها كده تيجي معايا شكل 7 زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. ومن هنا كده هبتدي الم دي كده واحط كده عليها نقطه شمع والم كده خالص الشعر ده كله مش عاوزاه يبان خالص. والجنب التاني برضو من هنا برضو احط نقطه شمع واقفلها بالشكل دوت. بعدين هجيب الطرف دوت والفه كده داير ما يدور للاخر كده هيبقى معايا بالشكل دوت. وهنا كده هبتدي احط نقطه من الشمع وابتدي المها بس من جوه، من بره هسيبها مفروده معايا. هنا كده هبتدي اقص برضو الطرف ده مش عاوزه يبقى، هقصه خالص زي ما انتم شايفين كده بقى بالشكل دوت. هنا كده هجيب برضو طرف من قماش الخيمه اللي انا اخدته وهبتدي هنا تانيه في قلب بعضه، تانيه 3 تانيات كده في قلب بعض، وهحط من ورا من عند الوسط كده نقطه من الشمع وابتدي الفه بالطريقه اللي انت شفتوها دي كده. هيدينا كده علامه في من قدام ومن ورا شكل 7 كده، وهقص كده الطرف التاني معايا بقى بالشكل اللي انت شايفينه دوت كده. هنا كده البياع كده برضو لسه مش كامل، هجيب هنا كده معايا قلم فروماستر وابتدي اعمل له شنب بالشكل ده عشان ما يبانش ان هي عروسه قوي، مع ان برضو شكلها حلو بصراحه.
زي ما انتوا شايفين هوريها لكم برضو في الاخر. هعمل شنب كده، وبعد كده هعمل هنا كده العينين، هعمل حواجب بالشكل دوت، وهبتدي بعد كده هنا انا هعمل الشعر برضو، الونه كده باللون الاسود الحته اللي باينه بقى بالمنظر ده. بصراحه شكلها عسول قوي زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي هنا كده انا احط نقطتين من الشمع هنا عشان الزقها في مكانها كده، وهو في مكانه قصدي وهو واقف بيبيع كده هنا العاب الاسود بقى والتمر هندي والعصير بتاع رمضان زي ما انتوا شايفين. هثبتها بالشكل ده، اضغط عليها لغايه ما تثبت معايا، وبعد كده هنا هبتدي ان انا اجي بالشكل دوت. ايه رايكم بقى في الجمال؟ هجيب هنا كده معايا حبل النور اللي هو بحجره ده، هحط نقطه كده من الشمع في المكان دوت، وبعدين هبتدي هاجي هنا كده وهلف بالطريقه دي كده عند الترابيزه من تحت زي ما انتوا شايفين كده، قصدي العربيه، وهلف هنا كده على العمود بالشكل دوت، وهطلع لفوق كده عند التندة والف كده حوالين التندة بالشكل ده. هو السلك دوت من نوع لما بتلفيه كده بيثبت معاكي، وهبتدي ادخل هنا كده الطرف بتاعه بالشكل دوت بقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. بعد ما انور كده، مش هنستكفي طبعا على كده، عاوزين نحط الصوت، هي بتتباع بالصوت، فاحنا هنخلي كل حاجه فيها كانها زي الجاهزه بالظبط. هنيجي هنا كده وهنجيب معانا الصوت، وحده الصوت، وهلزقها تحت كده العبايه اللي لابسها البياع، هتبقى معانا بالشكل ده. وبعد كده بقى بالمنظر الفظيع ده بجد تحفه، الصوره كمان ظلمه. هنا كده هننور، وهنا كده هنشغل بقى الاغنيه بتاعتنا. ما تنسوش اللايك، ما تنسوش تقولوا رايكم النهارده في كده، النهارده عجبتكم ولا لا؟ اتمنى ان الفكره تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير، اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس لو اول مره تشوفوني. بحبكم في الله، اتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم. لو حتى استفدت منه فكره بسيطه، ايه رايكم بقى في الجمال؟ مش تقولوا رايكم في التعليقات في الكومنتات على فكره النهارده. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.